بسم الله الرحمن الرحيم في الحلقات اللي فاتت شرحنا ازاي بنعمل مستطيل ومربع وخط وكلام من ده النهارده هنبدا نعمل تطبيق عملي على الحاجات اللي احنا اتكلمناها ديت ونشوف ازاي نقدر نستغل الحاجات ديت في ان احنا نشتغل على بعض الاشياء في ادوبي الستريتور اول حاجه تفتح ادوبي الستريتور وبعدين بتروح على فايل وتعمل نيو ويتأكد ان انت مثلا هنكتب التايتل مثلا اكتبه ايفون تمام وبعدين بنختار برنت من هنا وبنضغط اوكي okay. بنخلي كل حاجه زي ما هي وبنضغط اوكي okay. كويس آه بعد كده آه بروح على آه جوجل وبكتب مثلا ايفون خلينا ندور على ايفون مثلا وبضغط على ايميجز وبنختار ايفون من هنا يعني بنختار ايفون هنا بنرسمه على ادوبي الستريتور وليكن مثلا دهوت ده آه أو ده أو ده تمام ونختار الأيفون ده بتظهر الصورة عندك أهوت تمام بعمل رايت كليك بالماوس يعني بضغط باليمين على الماوس وبختار بقول له كوبي ايمج بعمل كوبي ايمج وبعدين بروح على ادوبي Illustrator تمام وبروح على ايديت وبختار باست او بتضغط كنترول في لو انت على ويندوز او كوماند في لو انت على اه اه الماك. اه وانت آه بعد ما تعمل كنترول في بتلاقي عندك الاذرع اللي هي الانكورز بوينت اللي موجوده ديت بتضغط مفتاح شيفت وتضغط مفتاح شيفت على الكيبورد بتضغط بالماوس على النقطه ديت وبتسحبها لحد ما يوصل الخط دوت لحرف الصفحه زي ما احنا شايفين اهو وبعد كده برضو وانا ضاغط على الشيفت باجي على يمه الثانيه وبضغط دوت وبسحبه لحد ما يجي على حرف الصفحه كده تمام بعد كده وهو سيلكتد اوريدي هوت بطلع فوق على الكنترول بار هوت علشان عايز احط الشكل ده كله في نص الصفحه بتاكد ان بضغط السهم الصغير دوت وبتاكد ان الاين تو ارت بورد جنبها تشيك مارك وبعدين بضغط تاني لو راحت وبعدين بضغط على علامه اللي في النص ديت يعلو سنتر في النص شبه في الصم في, في نص الصفحه وبعدين دهوت برضو علشان ايه في نص الصفحه كويس كده حطيناه في نص الصفحه بعد كده بروح على الزوم دهيت طبعا الحاجات دي انا بالتفصيل بعدين الزوم والحاجات ديت بضغط على الزوم دهيت تمام ضغط على العدسه وباجي من اهوت من الجنب الشمال دهوت تمام وبضغط وبسحب لحد ما اجي على الجنب اليمين اللي تحت دهوت وبسيب كده الشكل دهوت بقى في نص الصفحه بضغط حرف الـ V على لوحه المفاتيح عشان ارجع للسيليكشن تول وبروح على حاجه هنا اسمها اللي هي اللايرز دهيت تمام بروح على اللايرز بعمل دبل كليك على الاسم الليير دوت هنفهم يعني ايه لايرز قدام ان شاء الله وبكتب مثلا ايفون تمام بعد كده بعمل دبل كليك مش على الكلمه على المساحه الفاضيه اللي جنبيها ده هي طبعا لو انت مش عندك اللايرز هي تاكد ان انت على اسينشال وبتختار آآ آآ ريسيت اسينشال زي ما شرحنا قبل كده بضغط على العلامه الفاضيه اللي جنب ايفون دبل كليك ضغطتين بسرعه بالماوس بيطلع لي الشكل ده بضغط على كلمة تمبلت لأن اللي إحنا عايزين نعمله هنا طبعا عشان تبقى طبعا أنت في الصورة اللي عايزين نعمله إن إحنا نخلي الصورة ديت اه 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 في الباك جراوند بحيث إن إحنا نرسم فيها يعني. بحيث إن ما تكونش ظاهرة أوي علشان ما تعملش ديستراكشن للعين يعني بختار تمبلت وبخليها 50% زي ما هي أو لو أنت عايز 40% تبقى لدرجة وضوح الشاشة عندك بعدين بقول له أوكي okay". لو لاحظنا ايه اللي حصل هنا؟ ان السهم اتغير هنا بحيث ان انا ما اقدرش اعمل حاجه على الشاشه، انا يعني بضغط على الشاشه وما اقدرش اعمل لانه عمل له لك قفل اللير ده فاللي انت ترسمه هترسمه فوق البتاع دي فوق فوق الصوره اللي انت عندك دي فباجي هنا بعمل بضغط العلامه ديت اللي نيو ليير بعمل لير فوقيه e لو عايزنا الماوس اتغير ديت تمام لو وقفت هنا ما ارسم لازم اقف على اتنين ده هو وبعدين هبدا ارسم الايفون انا هرسم الايفون الاسمر دهوت وبعدين طبعا انت في الهوم وورك تعمل الجنب اليمين ده طبعا انا الشكل اللي بره هو طبعا هرسم الشكل الكبير الاول يعني دايما لما تيجي ترسم ترسم الشكل الكبير الاول وبعدين ترسم الديتيلز او الحاجات الصغيره تحتيه طبعا الشكل اللي هو راوندد تمام انا ممكن اعمله طبعا ب الريكتانجل تول دهيت بختار الريكتانجل دول دهيت زي او ضغط حرف الام حرف الام على الكيبورد زي ما شرحنا قبل كده وبرسم اي واحد اهو تمام يعني بيطلع لي الشكل ده وهو سيلكتد كده بروح هنا اهوت على اللون دهوت ده بضغط عليه اللي هو الفيلم بقول له نان نعم يعني انا مش عايز لون كويس وبعدين بروح على الستروك دهوت ده بضغط عليها بعدين بقول له عايزه مثلا اقول له ريد علشان ايه اشوف وبعد كده نبقى نغيره وبخلي الستروك اتنين مثلا علشان اشوف بضغط السهمين دهوت ده بخليه اتنين كويس طيب بعد كده بضغط الماوس او السلكشن تول او حرف ال على الكيبورد او السليكشن تول ديت عشان اعمل له سيلكت بعد كده بكبره بقى بقف على اللي في النص ديت وبطلع لحد ما ياخد المقاس اللي فوق دوت ومن تحت نفس النظام ياخد المقاس اللي تحت ده هو يعني على قد ايه طول الايفون وبعدين نفس العرض بقف على اللي في النص ديت لحد ما يطلع لي سامين واجيبه لحد هنا كده كويس وباجي من هنا برده بعمل كده كويس كده رسمت الايفون طيب في حاجه هنا في ان الايفون هنا راوندد من هنا كيرفد من فوق ومن تحت وده شكل عادي <applause> طبعا في النسخه اللي هي الستريتور سي سي 2014 بيطلع لك هنا نقط زي ما شرحنا بحيث ان انت تعمل راوند انما انا تعمدت استعمل النسخه القديمه اللي هي سي اللي اللي قبل الاخيره على اساس لو انت ما عندكش الكلام ده تقدر تعمله ازاي. بتضغط بره بقى وانت ضاغط حرف الفي اضغط بره واضغط حرف الاي اللي هو الدايركت سيلكشن ده اضغط حرف الاي على الكيبورد. لما تضغط حرف الاي وقفنا اهوت بره كده واضغط واسحب لحد ما تاخد الشكل كله. لو ضغطت وسحبت وكل البوينتس لانكورد بوينتس ديت هتلاقي في حاجات ظاهره اول ما تقف عليها بالسهم شايف النقط اللي جوه دي اول ما تظهر عليها بتديك اللي هو الكيرف ده والارك ده بتضغط عليه واحد لانك عملت سيليكتور كله يعني مثلا لو انا ضغطت على دي بس النقطه ديت في نعمل كيرف اللي ده بس تمام بعمل كنترول زي او كوماند زي وبعدين بضغط على الشكل ده كله اهو كويس وبعدين بختار اي واحده ديت او ديت مش يفرق لان كله مختار وبعدين ابدا ايه اضغط بالماوس واسحب لحد ما اجيب الكيرف اللي انا عايزه اهو بقى الشكل اهو كويس طيب بعد كده بضغط حرف الفي واضغط بره انا كده عملت الشكل الخارجي بعد كده ببدا اعمل الشكل الداخلي ده كويس بضغط حرف الام اللي هي ريكتانجل تول برضو وبضغط من هنا دوت اهيت وبسحب من هنا لهنا لحد ما اعمل الشكل ده كويس اهو لو انت عايز تعمل له تعمل له كيرف هو طبعا هو مش كيرف مش راوندد هو عادي كده يعني لو انت عايز تعمل راوند بتعمل له زي ما عملنا من هنا كده بضغط حرف الفي وبضغط بر يبقى احنا خدنا البرواز الخارجي وخدنا البرواز الداخلي لو لاحظنا ان في هنا حاجات هنا موجوده هو بروح على علامه الزوم ديت او العدسه بضغط عليها ضغطه وبعدين باجي هنا بسحب من هنا على الجزء دوت ده ده عشان اعمل زوم بس على المنطقه دي كويس اهي اضغط المسطره على لوحه المفاتيح اضغط المسطره اول ما اضغط المسطره يطلع لي زي هاند كده اضغط المسطره وانا ضغط المسطره بحرك الماوس فوق بحيث احركه شمال ويمين كويس بعد كده في دايره صغيره هنا هي تمام اللي هي مثلا السماعه بروح اضغط على حر... الشكل دوت بختار الليبس تول ديت اللي هي حرف ال زي ما احنا شرحنا حرف ال وبسحب طبعا انا ممكن اسحب كده بضغط شيفت علشان اعمل دايره اهيت مظبوطه وبعدين وانا ضغط شيفت بضغط المسطره عشان اقدر احركها في اي مكان. طبعا بشيل المسطره وابدا اصغرها شويه وبروح هنا اهوت. طبعا لو شلت المسطره فيني اكبر واصغر، بحط المسطره اتثبتت عشان أحرك. بشيل المسطره واصغر اهوت اصغر كويس واصحى واضغط المسطره. يعني بضغط انا ضغط شيفت والمسطره دلوقتي عشان اقدر احركها. لو انت عايز تحرك الشكل تغير الشكل بتشيل المسطره. وبعدين بحط اهوت تمام. بالنسبه للشكل ده هو طبعا الـ الـ السمك بتاعه ده هو كبير بروح على ستوك دوت وبضغط واحد بخليه واحد كويس باجي على هنا نفس الشكل ده برضه بضغط اهوت بضغط شيفت علشان اعمله دايره وبعدين اصغره دوت وبضغط المسطره بحس ان ابدا احركه احطه فين اهو هو, هو خد اخر حاجه اللي هي الواحد كويس بعد كده الشكل دوت اعتقد ان هو راوندد او ريكتانجل بروح على الشكل دوت وبختار راوندد ريكتانجل دهيت مثلا بضغط من هنا كده مثلا اقوم ضاغط كده سياحب بعمل الشكل ده كويس لو انت عايز تخلي السمك ده اقل شويه بتضغط السهم دهوت وبدل واحد بتخليه مثلا بوينت فايف اهو كويس بعد كده بضغط اي 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 ال -V على الكيبورد على لوحه عشان اخد سلكشن تول وبضغط في اي مكان بره اضغط المسطره واسحب ديت كده شويه بلاقي هنا مثلا هنا الزرار هنا على الشمال هو ده برده راوند اوبشكت بروح على الراوند اوبشكت وبضغط من هو وبسحب كده شكل صغير ده، كويس بعد كده برضو هنا في زرارها تاني اهوت بضغط واسحب اهوت تمام وفي هنا برضو واحد تاني اهوت بضغط وبسحب كويس بعد كده بضغط ال في او السليكشن تول وبضغط الزوم دهيت ده تمام بضغط ضغطه واحده وانا ضغط الزوم شوف لو لاحظت الزوم على الشاشه فيها علامه زائد لو ضغطت حرف مفتاح الالت او الاوبشن لو انت على الماك الالت على الكيبورد بتعول بتتغير لماينس بتضغط الت وبتيجي مثلا هنا كده في النص كده وتضغط ماينس اهوت تضغط ماينس بتقف في النص علشان تنزل او تعمل زوم او شويه بعد ما بتشيل الت من على لوحه المفاتيح بيطلع لك علامه الزائد وانت على علامه الزائد ديت بتن... هنا على اليمين برده في حاجه كده بعمل اهوت بسحب كده اهوت بروح هنا على اليمين في هنا برده شكل اهوت بروح على الراوند ريكتانجل تول ديت وباجي اهوت برسم الشكل ده كويس تاني يعني بضغط حرف الفي في واضغط اي مكان بره سوري بضغط حرف ال على الكيبورد تمام اهو وبختار العدسه او الزوم بضغط مفتاح Alt وبعمل كده اهوت اهو كويس لحد ما يرجع خالص بضغط على النص اهوت علشان يعمل لي زوم ويركز عليه بعد ما بشيل مصابع مفت... من على المفتاح الت عايز ارسم اللي تحت دوت باجي لو بسحب على الجزء دوت بسحب كده اهو بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده من هنا لهنا كده بيطلع لي الشكل ده طبعا دي الدايره اهيت بضغط حرف ال اللي هي دايره او بتروح على الهواء بتختار ال الدايره اللي هو الشكل دوت الاليبس اللي تول تمام وبتضغط طبعا لو انت عملت شيفت بتعمل لها كونسترين كده اهيت بتبقى دايره كامله وانت ضاغط شيفت تضغط المسطره عشان تحرك تمام اهوت عشان تحركها او تشيلها من مكان لمكان طبعا لو انت عايز تشيلها لو انت مثلا فرضا زي ما انا عملت كده او تشيلها تاني وعملت كده دايرة وطلعت مثلا في بعيد شوية بتضغط حرف في تمام بتضغط حرف في على لوحة المفاتيح وبتبدأ تشيلها وبتحركها تحطها هنا شوية كده كويس بعد ما بتحركها كده بتحطها في نفس المكانة وبتضغط بره في اي مكان وبتعمل مثلا العدسة تمام دهية؟ وبتضغط الالت وبتنزل تحت اهو كويس اهو تمام تشيل بتضغط المسطرة وخد بالك أو بتروح على الهاند تول ده ايه الهاند تول دي, دول دي. بتضغط الهاند تول وبتحرك الشكل كده اهو كويس بعد كده بتروح هنا بتشيل العلامة ديت عشان في العلامة ديت ليها toggle visibility". بتضغط على العلامة ديت بيشيل الشكل اللي بره خالص اهو تمام بيشيل الشكل بيخبي هو موجود إنما بيخلوش بس فيزبل يعني مش مش مرئي تمام بنيجي هنا ونقوم ضغطين السهم دهوت اللي هو تول وبسحب من هنا كده على كل الشكل ده تمام وبروح على الشفت دهيا ايه او اللون دهوت وبضغط وبختار البلاك مثلا تمام وبضغط في اي مكان بره ودي طبعا رسمه سريعه للايفون طبعا الهوم ورك بتاعك ان انت تضغط او ترسم الشكل الثاني دهوت او تجيب اي شكل تاني للايفون وتحاول تطبق فيه الدروس اللي احنا عملناها قبل كده زي ترسم ريكتانجل وازاي ترسم دايره وازاي تستفيد منها زي ما احنا شفنا ازاي نرسم ايفون طبعا ميز بترسم ايفون زي كده ان انت الايفون دوت ممكن تديله له كلرز طبعا احنا ما اتكلمناش على الكلرز لان الكلرز له او الالوان ديها حلقات جايه ان شاء الله بالتفصيل انما دي بدايه بحيث ان انت لو عملته بضفت الالوان وضفت التكتشرز والحاجات دي بيطلع بالظبط زي الايفون فممكن تكبره يعني الفايده ان انت بتعمله كده انت ممكن تكبر الشكل ده يعني لو رحت هنا عملت زوم هنا واخد بالك اهو شوف درجه الوضوء قد ايه انما لو انا بينت الشكل اللي تحتيه تحس ان هو بيكسليتيد دوت يعني ما ينفعش ينطبع ففي الحاله دي ان انت ممكن تعمل آآ آآ شكل ممكن وممكن تديله الوان وممكن تعمل ايكونز بالشكل يعني تطلعه بالظبط ايفون تحطه على بانرز كبير او لوحه اعلانات كبيره او تحطه مثلا في اي برنامج من اللي بيعمل سبيشال افكتس او كوميرشلز اتمنى تكون الحلقه مفيده ليكم واشوفكم في الحلقه الجايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته